يواصل منطقة الكويت الخامس لأمن المعلومات فعالياته بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة معنية بمجال تكنولوجيا المعلومات. وناقش المشاركون في المنطقة تكنولوجيا الأدلة الرقمية والطرق العلمية لتتبع مصادر الجرائم المعلوماتية والتي باتت تتزايد بشكل كبير مؤخرا. اتكلمنا على إخفاء البيانات، وده أمر متعارف عليه وبيستخدم من قبل تنظيمات إرهابية، أحيانا بيستخدم من قبل المجرمين في تنظيمات عصابية، قد تكون بتعمل عمليات غسيل أموال، قد تكون بتعمل تسريب لمعلومات، قد تكون بتعمل إضرار لقطاعات معينة على رأسها القطاع البنكي. الملتقى كان مفيد جدا لنعرف الأساليب التقنية الحديثة ورأي الناس والخبراء اللي حاضرين الملتقى هذا، وكان مفيد جدا. كان فيه ناس محاضرين من دول مختلفة، من مصر، من الكويت، من الدول الأخرى، وكانوا يناقشون يعني أمن المعلومات والأشياء المهمة التي تهم المنطقة.